السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ ندرس طريقة جديدة من طرق الانتربوليشن وهي نيوتنز باكورد ديفايدد ديفرنس فورمولا. الطريقة دي زي الطرق السابقة بتستخدم علشان تجيب كثيرة حدود تمثل العلاقة ما بين مجموعة قيم لأكس ومجموعة قيم لواي، علشان لما احب احسب الدالة عند اي نقطة جديدة مش موجودة في الجدول اقدر احسبها بسهولة. ولكن في شرط مهم جدا علشان استخدام نيوتنز باكورد ديفايد ديفرنس فورميولا، وهي ان نقاط الاكس تكون على مسافات متساوية. فالمثال اللي قدامنا 0 1 2 3، النقط كلها على مسافات متساوية، الفرق ما بين اي نقطتين متتاليتين بيساوي 1. في ملاحظة أيضا مهمة، وهي إن الطريقة دي غالبا بتستخدم علشان تحسب الدالة عند نقطة حوالين آخر نقطة. يعني المثال اللي قدامنا عايزني أحسب الدالة عند الاتنين ونص، والاتنين ونص ديت حوالين آخر نقطة، زي ما أنت شايف هي ما بين الاتنين والتلاتة، والتلاتة هنا آخر نقطة في الجدول. فلما عاوز أحسب الدالة عند اتنين ونص أو أحسب عند تلاتة وربع أو أي حاجة حوالين آخر نقطة، فالطريقة ديت تكون فعالة بشكل كبير. ولكن مفيش اي مشكله انك انت تستخدم نفس الطريقه ديت علشان تحسب الداله عند اي نقطه، ولكن الحسابات هتبقى دقيقه جدا لو النقطه اللي انت بتحسب عندها حوالين اخر نقطه. اول خطوه في طريقه نيوتن للخلف للفرق المقسوم او نيوتنز باكورد ديفايدد ديفرنس هي ان احنا نعمل جدول الديفايدد ديفرنس. المثال اللي قدامنا ده هو نفس المثال اللي في الفيديو السابق بالظبط، علشان كده احنا مش هنعمل الجدول تاني، احنا هناخد الجدول زي ما هو علشان ما نضيعش وقت. فالجدول بتاع الديفايدد ديفرنس هيكون بالشكل ده. لو مش عارف الجدول ده اتشكل ازاي فلازم ترجع للفيديوهات السابقه علشان تعرف الجدول ده القيم اللي فيه جت منين. بعد ما حطينا القيم بالشكل ده، اول حاجه هنعملها هنكتب الاتش بتاعتنا، الاتش اللي هي المسافه ما بين قيم اكس. زي ما احنا شايفين دلوقتي قيم x هيت 0 1 2 3، فالمسافة ما بين اي نقطتين متتاليتين هي بواحد، فبنقول ان الاتش بتساوي 1. بعد كده هنكتب القانون ده، الاكس بتساوي الاكس ان زائد اس في اتش. وطبعا القانون ده هيبقى هو الاساسي بتاعنا فهنحفظه صم. الاكس هي النقطة اللي انا بحسب عندها، فانا عايز احسب الدالة عند 2.5 بكام، فهحط الاكس هنا ب 2.5 بتساوي الاكس ان هي اخر نقطه في الجدول، فاخر نقطه في الجدول ده كله اللي هي 3، فيبقى الاكس ان ب 3 زائد الاس اللي انا عايز احسبها والاتش ب1. فاقدر اشوف من هنا على طول الاس هتبقى قيمتها بكام، الاس هتبقى قيمتها بسالب نص. بعد ما حسبنا الاس والاتش هروح على الجدول بتاع الديفايدد ديفرنس واخد القيم كده بالترتيب من تحت لفوق، يعني هاخد ال 16 وبعدين ال 10 وبعدين ال 15 وبعدين ال 3، يعني القيم كده من تحت لفوق. وهبدا اكتب كثيره الحدود بتاعتي عند ال 2.5 بتساوي او بي 3 اوف ال 2.5 هتساوي. اول حاجه هناخدها اللي هي 16، فادي ال 16 زائد القيمه اللي عليها الدور اللي هي ال 10، فقوم كاتب 10 في اس في اتش، وانت حسبت الاس وحسبت الاتش، زائد القيمه اللي عليها الدور بعد ال 10 اللي هي ال 15، فقوم قايل 15 في اس زائد 1 في اتش تربيع، زائد القيمه اللي بعد ال 15 اللي هي ال 3، فهقول له هنا 3 في اس في اس زائد 1 في اس زائد 2 في اتش تكعيب. يعني الفرق الوحيد ما بينها وما بين نيوتنز فورورد ديفايدد ديفرنس هي ان في الفورورد كنت بتاخد القيم من فوق لتحت، في الباكورد بتاخد القيم من تحت لفوق. في الفورورد كانت اس وبعد كده اس في اس ناقص 1 وبعد كده اس في اس ناقص 1 في اس ناقص 2، في الباكورد بقت اس وبعد كده اس في اس زائد 1 بعد كده اس في اس زائد 1 في اس زائد 2 وهكذا. نعوض في المعادلة دي، اشيل الاس واحط مكانها ناقص نص، واشيل الاتش واحط مكانها 1،
فهتبقى المعادله بالشكل ده. البي 3 اوف الاثنين ونص هتساوي 16 زائد 10 الاس بي سالب نص والاتش بواحد زائد 15 في اس اللي هي بسالب نص في اس زائد واحد اللي هي سالب نص زائد واحد والاتش بواحد يبقى واحد تربيع بواحد زائد 3 في اس اللي هي بسالب نص في اس زائد واحد اللي هي سالب نص زائد واحد في اس زائد اتنين يعني سالب نص زائد اتنين والاتش بواحد واحد تكعيب بواحد. ممكن نرجع نختصر شوية كمان فتبقى بتساوي 16 زائد 10 في سالب نص تبقى ناقص 5 زائد 15 في سالب نص في سالب نص زائد 1 بنص زائد 3 في سالب نص سالب نص زائد 1 بنص وسالب نص زائد 2 بواحد ونص. فتبقى دي المعادلة كلها لما تختصرها هتطلع معاك ب 6 و 125 من 1000. كده فاضل بس اللي احنا لو حبينا ان احنا نكتب القانون العام لنيوتن للخلف فهنقول ان البي ان اوف الاكس هتساوي اول حاجة الاف اوف الاكس ان اللي هي اخر قيمة خالص في الجدول اللي هي دي كده اسمها اف اوف اكس ان. وبعد كده هناخد دول بقى بالترتيب فهنقول زائد اف اوف اكس ان واكس ان ناقص واحد مضروبة في اس مضروبة في اتش زائد هناخد واحدة زيادة فتبقى اف اوف الاكس ان والاكس ان ناقص واحد والاكس ان ناقص اتنين مضروبة في الاس في الاس زائد واحد في الاتش تربيع زائد اللي بعدها هتبقى اف اوف اكس ان واكس ان ناقص واحد واكس ان ناقص اتنين واكس ان ناقص تلاتة مضروبة في الاس في الاس زائد واحد في الاس زائد اتنين في الاتش تكعيب زائد وهكذا لغاية لما توصل لأول واحدة اللي هي هتقول له الاف اوف كل القيم اللي هي من اول اكس ان واكس ان ناقص واحد لحد ما اوصل للاكس نوت مضروبة في الاس في الاس زائد واحد وهكذا لغاية لما اوصل للاس زائد الان ناقص الواحد مضروبة في الاتش اس ان.